بالنسبة لفريق ضمك، أنا أقول هو أفضل الفرق اللي نسميها فرق الوسط من الناحية الفنية، أدى مباريات على أعلى مستوى، خسر من الهلال بصعوبة بصعوبة، يعني الهلال فاز عليه، الهلال بنجومه والقيمة التسويقية لعيبته وبطل الدوري فاز على ضمك بصعوبة. الأهلي في نظري فاز على ضمك ولم يكن ضمك يستحق الخسارة، قدم مباراة من الناحية الفنية أعلى والجودة أعلى بكثير من النادي الأهلي. الأهلي كان محظوظ في حصوله على تلك النقاط، ويعني صار مثل يوم الأهلي خسر من الهلال في الوقت بدل الضايع، والنصر تعادل معه في الوقت بدل الضايع. إجمالا بالنسبة للفريق الشبابي، يجب أن تكون الإدارة الشبابية واقعية في التعامل مع الوضع اللي موجود عندها. أنت هذا الموجود عندك، الجود من الموجود. المباراة الماضية لما فازوا قلنا كثر الله خيرك يا محمد النجم، يا لعيبة الشباب، يا مدرب الشباب، لكن واقع الشباب يقول، أبو عبد العزيز يقول لا ممكن ينافس على الدوري، أنا أقول شكل الشباب الحالي لا يمكن ينافس على الدوري. الشباب إذا دخل ضمن الأربعة أو ضمن الناس اللي حتروح آسيويا كثر الله خيره. أنا أقول على الإدارة التركيز بشكل كبير جدا على إيش؟ على كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين، لأنه مباراة وراء مباراة، ستيب باي ستيب، ممكن تكون بطل، لكن بهذا الفريق مستحيل 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 أن يكون الشباب بطلا لدوري روشن.